بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مشاهدي قناة راديو كرة في فيديو جديد. اليوم موضوعنا سنتحدث عن إعلان مكتب زرتشي المكتب الفيدرالي عقد اجتماع طارئ الأسبوع القادم لإعادة النظر في القرارات المتخذة الأسبوع الماضي، والتي قرر فيها تسويق شباب لوزداد بطلا ومرودية الجزائر وصيفا، وفاق سطيف الذي أرسل ظلما إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية. اليوم في هذا الفيديو سنعالج لماذا قرر المكتب الفيدرالي إعادة النظر في هذا القرار، فانتظرونا في التفاصيل. ودائما لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع زر لايك وتفعيل زر الجرس، كما لا تنسوا مشاركة الفيديو بإذن الله. إذن كما جاء في بداية في مقدمة الفيديو، قرر مكتب السيد خير الدين زرتشي الاجتماع يوم الاثنين القادم وإعادة النظر في فصل القضية التي كانت ظالمة الأسبوع القادم ضد نادي وفاق سطيف العالمي. هذا الاجتماع جاء بعد المسيرات المليونية التي شارك فيها أمس جماهير نادي وفاق سطيف، والتي غصت بها مدينة سطيف بالكامل، وكان الأمر الأساسي فيها المطالبة بإلغاء هذا القرار المجحف في حق كتيبة المدرب التونسي نبيل الكوكي، والذي بفعل هذا القرار احتلت المرتبة الثالثة، مع أنها كانت تحتل الوصافة في ترتيب الدوري الجزائري. وقد جاء القرار الأول بعدما قام بعض أنصار مولودية الجزائر بمسيرات ضاغطة على السيد خير الدين زرتشي ومكتبه، وهذا ما جعلهم يقررون قرارا في مصلحة مولودية الجزائر. لكن بإذن الله تعالى ستكون الهبة الكبيرة التي شارك فيها الآلاف كما قلنا من جماهير وفاق سطيف بالأمس حافزا رئيسيا لإلغاء كل ما صدر عن هيئة زرتشي الأربعاء الماضي، وإعادة الحق لأهله. والحق يتمثل في عودة وفاق سطيف العالمي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، وتشريف كرة القدم الجزائرية كالعادة. إن شاء الله جماهير وفاق سطيف ستشارك معنا بالتفاعل في هذا الفيديو وتدعمنا، لأننا نحن أهل الشرق الجزائري دائما مظلومون. وبإذن الله سنرفع راية النصر الصيفي الاثنين القادم بعد هذا الاجتماع، ونفرح جميعا بمشاركة الوفاق في السنة المقبلة في دوري الأبطال، ولما لا التتويج الثاني للفريق بالنسخة الجديدة، وإنهاء الهيمنة التونسية والمغربية والمصرية على هذه الألقاب. دام وفاق سطيف فخرا لكرة القدم الجزائرية، وإن شاء الله ستزول الحجرة والعنصرية في قرارات المتخذة من قبل الهيئات العليا في هذا البلد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي في فيديو جديد بإذن الله.